يواصل وفد المجلس النيابي للبرلمان الأوروبي اجتماعاته، وذلك تفعيلا للدبلوماسية البرلمانية التي دشنها المجلس برئاسة السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، والتي تأتي تأكيدا لتوجه المجلس الرامي إلى أهمية التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية للتأكيد على التجربة النيابية المتميزة لمملكة البحرين. وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أشاد سعادة النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب بما يمثله هذا التواصل من أهمية للتجربة البرلمانية الوطنية. طبعا في البداية يجب علينا أن نبين التجربة النيابية البحرينية، وكذلك أن نبين الوضع الحقوقي في مملكة البحرين، وننقل الصورة الحقيقية التي نفتخر بها ونعتز بها نحن كنواب، وأيضا نطلعهم على مدى فعالية المجتمع البحريني والذي يعيش طبعا ثمار المشروع الإصلاحي. نعم. هذه الزيارات طبعا تكون لتبادل وجهات النظر، ولكي كذلك نفعل الشراكة البرلمانية، ولكي أيضا نطرح نحن أيضا كبرلمانيين بحرينيين ما يقلقنا نحن وما يعبر عن منطقتنا. على سبيل المثال طرحنا موضوع اللاجئين العرب في دول الاتحاد الأوروبي، طرحنا أيضا وضع التمييز الذي يعاني منه المهاجرين من أصول عربية وكيفية إدماجهم في المجتمع الأوروبي بشكل يضمن لهم يعني حصولهم على